إذن اللغة العربية التقنينية هي نظام، نظام صياغي، نظام بنائي، يقوم على أصول وأسس لغوية سديدة ويتوخى مقاصد محددة معينة. وهذا ما يفهم منه بالضرورة أن هذا النظام التقنيني للغة العربية التقنينية الحضارية التي تعبر عن المعارف والعلوم والفنون العربية الإسلامية له جانبان، جانب بنائي وجانب دلالي. وهذا الجانب البنائي يخضع لقواعد معينة تقتضي بالضرورة جانبها ومدلولها الدلالي، وبالأحرى غاياتها الدلالية ومخرجاتها الدلالية. وهذا النظام في عمومه هو نظام لغوي، ولكن هو نظام لغوي مختار من قبل هؤلاء المقننون الشرعيون والأصوليون وهؤلاء العلماء الأدبيون أو العلميون أو الكلاميون أيا كان نوعهم وصنفهم، قواعد عربية ولكن في اتجاهات مخصوصة لكي تعبر عن موضوعاتهم وعن سياقاتهم وعن غاياتهم. وكذلك الأمر بالنسبة للغة الشرعية أو كما نسميها أيضا اللغة الأصولية، هذه اللغة ذات نظام، نظام لغوي فصيح، إلا أن الأصوليين والفقهاء قد توخوا موضوعاتهم، قد حددوا بدقة ما يناسب موضوعاتهم وما يلائم قواعدهم وما هو أجدر وأقدر أن يعبر عن غاياتهم وعن مستهدفاتهم، فعبروا عنه في نسق متكامل، في نسق بنائي ودلالي، وهم يصطلحون عليه باسم لغة الفقه، كما عبر عن ذلك الإمام النووي في مقدمة كتابه تهذيب الأسماء واللغات وفي غيره من كتب الفقه الكثيرة. وكذلك الفيوم في كتابه المصباح المنير فهو في أصله معجم فقهي، غير أنه يستعمل على المستوى اللغوي الدلالي وعلى المستوى الاصطلاحي الفقهي والأصولي. وجدير الإشارة إلى أن هذا النظام اللغوي الأصولي والفقهي معتمد في دول القضاء الشرعي، كما هو معتمد إلى حد كبير في محاكم الأسرة وفي قضايا الأحوال الشخصية وفي كافة القضايا الأسرية والاجتماعية، إذ إنها تؤول إلى مصدرها الشرعي، ونحن في مصر نتعاطى مع هذه الأحكام وفق مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. وعليه فإن من يتعاطى مع قوانين الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية يجد مفردات وتراكيب كثيرة تعبر عن هذا النظام اللغوي الشرعي. وكما ذكرنا ذي قبل، هناك لفظ الخلع والمخالعة، وهناك الإعطال والمعاضلة، وهناك النشوز والناشز والنشاز، وهناك الولاية على المال والولاية على النفس والأنظمة الولائية والأهلية إلى غير ذلك من المفردات والاصطلاحات الشرعية ذات الدلالات الفقهية والقانونية.